لو سمحت 4 قهوة على ذوقك وبعدين معهم شوية سكر وحليب كمان. تكرمي أنسة. أنت بتجي لهون عطول؟ مو على طول بس بعرفه لهذا المكان، شربت قهوة هون مرة، بيعمل قهوة كتير طيبة. واضح. حاسسها خطة من أبي والأستاذ. عن جد؟ إيه بدهم ياني يشتغل لحالي. أنسة القهوة جاهزة، تفضلوا. ماشي خليني أخذ. مو هموم الوقت. نحن لازم نشتغل كتير. إيه طبعا. القهوة. لحظة بس. شكراً على هالقهوة الطيبة، شكراً. أستاذ؟ تفضل القهوة. شوفي شربان قهوة هون قبل هالمرة؟ إيه من زمان. أنا متأكدة إنك كنت مبسوط كتير وقتها. ماشي لكان، ورجيني ابتسامتك، تفضل شرب القهوة. ماشي ماشي، تفضل. طيبة؟ قهوة طيبة عن جد؟ طيبة كتير. شو صار؟ أنا آسف كتير، ما بعرف كيف هيك صار، عن جد آسف. أنا بظن إنه القهوة ما عجبتك. بس أنا بظن إنه البنت يلي عطتني القهوة ما عجبتك. عفواً شو قلت؟ ولا شي. لو سمحت أعطينا. لا لا ما في مشكلة، خلص شكرا. لازم تشرب أستاذ، قل له خليه يشرب معنا، ما أنا حلوة هيك يعني، كلنا نشرب قهوة ما عدا هو. ذكرني شو قلت للأستاذ ميهرة، بقدر أعمل هيك كرمال القهوة، كتير بحبها. أنا بحب القهوة، وهلأ وين راح حبك للقهوة؟ ها؟ لا لا أنا بظن إنه قلت له هيك بس كرمال ينعجب فيك، مو هيك؟ لو سمحت أمر، أعطينا فنجان قهوة لسه. تكرمي. هي هي المشكلة. رندير. حاضر. نعم. أنت بتعرف إنه عنا اجتماع مع الأخوة فيرما اليوم؟ مين هدول؟ هي هي المشكلة، كله من أبي وأبوك، بيعملوا الشغل اللي عليهم بس ما بيخبروا حدا، لو ما عرفت هلأ كنا تركنا الجماعة ناطريننا. جوهي تعي ناطريننا بغرفة الاجتماع. طيب استنى شوي جاية معك. شرب قهوتك والحقنا. إذا بتريد خليني أجي. رح نتأخر. انت متاكد انه ما بدك ياني؟ خلص قهوتك والحقني لهنيك، شوفك بالمكتب، باي. يلا ماشي جاي، باي. تفضل شراب. انت ما بتفهمي بنوب يعني، انا بكل بساطه هيك بحكي قدام الاستاذ ميهرة اني بحب القهوه بس انا ما بحبها للقهوه. في كتير شغلات انت بتكون ما بتحبها بس هاد ما بيعني انه كل هالشغلات ما انا منيحه. قبل ما تقرر اذا كانت اي شغله عاجبتك ولا لا لازم تحاول تجربها. هداك اليوم قلت إنك ما بتحب المطر وتحججت إنه المي وسخة، بس أنا مقتنعة إنه قبل ما توقف تحت المطر ما رح تعرف إذا كانت المطر حلوة ولا بشعة، وأنا متأكدة إذا بتوقف تحتها مرة واحدة رح تصير تحبها تشتي على طول. مشان هيك خود هي مسك. بتعرف شغلة أوقات لازم تجرب الشغلات مشان تفهمها، والظروف يلي حواليك بتلعب دور مثل المكان، والشخص يلي معك والمزاج يلي أنت فيه كلهم مهمين.